كابتن بلال الف مبروك، وزي ما توقعت قبل بدايه المباراه قلت لي الدوافع الرغبه الاصرار التصميم التركيز هيبقوا اعلى عند النادي الاهلي. طبيعي. وحاجه ثانيه تغيير طريقه اللعب. ما دي اللي وصلتك انك يبقى عندك جبهتين، انت بقالك ماتشين تقريبا او ثلاث ماتشات بتلعب بجبهه واحده. مظبوط. وبتلعب بمجدي قفشه كوينج وبعد كده بيضم في نص الملعب، فما عندكش طرفين بتشتغل بيهم. وده كانت في اوقات كتيره بتصعب على النادي الاهلي حته انك تتحول بسرعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. وطبيعه النادي الاهلي الطبيعي ان هو بيلعب 4 2 3 1، وده الطبيعه المفترض بتلعب بيها. بتلعب اثنين تحت اثنين فاتحين على طرف الملعب ومعاهم راس حربه، وتلعب بالبلاي ميكر اللي هو مجدي قفشه. ممكن يكون مجدي النهارده ملوش دور كبير لان طريقه اللعب والجيم نفسه مشي بالشكل ده. انك بتشتغل يا كابتن بتحاول بسرعه، وهم عندهم مشاكل كبيره جدا في القلب وعندهم مشاكل كبيره جدا عند طرفين الملعب، فبالتالي طريقه اللعب النهارده خدمتك بشكل كبير جدا. مع عندك حسين الشحات فاتح على طرف الملعب تقدر تشتغل عليه بسرعه، عندك الناحيه الثانيه طاهر محمد طاهر فاتح برضه طرف شمال صح. تشتغل عليه بشكل كويس قوي، وكانوا بيشتغلوا النهارده كويس، والنهارده عملوا يعني عملوا مجهود كبير جدا. كنا بنتكلم على دورهم قبل المباراه. طبعا كنا بنقول ايه المطلوب منهم. صحيح. فده بالاضافه طبعا لتركيز النادي الاهلي، بالاضافه للدوافع اللي موجوده عند اللعيبه. قلنا النهارده لما تلعب مع النادي الاهلي، كابتن علاء اتكلم من شويه على فرقه سموحه وعلى كابتن احمد سامي، انت بتلعب مع النادي الاهلي بشكل مختلف. هو راهن على الحاله النفسيه عند النادي الاهلي تمام، لكن هو ما قدرش يقرا الجيم اللي فات كويس. يعني انا ساعات يا كابتن اراهن على حالتك النفسيه لو انت عامل ماتش قليل الماتش اللي قبليه. ايوه. مش لو انت متعادل، يعني في فرق كبير جدا. صح. من الاهلي كان كويس الماتش اللي فات. انا النهارده الاهلي كان كويس قوي الماتش اللي فات، واحنا زعلانين جدا ان احنا اضعنا فوز كان من المتناول. كان ممكن تكسب 3 4 مستريح. مزبوط. ماتش بيراميدز. مزبوط. لكن كون ان انت بتراهن على الحاله النفسيه دي مع الاهلي اعتقد صعب جدا جدا جدا. صحيح. انت ممكن تراهن على الحاله البدنيه، ممكن تراهن على الحاله الفنيه بعض الاوقات، لكن ما تقدرش تراهن مع النادي الاهلي على حالته النفسيه. مزبوط. يعني الكباتن اتكلموا في حاجه مهمه جدا، قال لك الاهلي لما بيجي من تعادلين بتبقى الامر بالنسبه له صعب جدا جدا. طبعا. الدوافع نفسها طبعا عاليه جدا. انت جاي من تعادل مع بيراميدز فرقه كبيره برضو. فرقه محترمه. بس انت كنت افضل بكتير جدا جدا جدا. مزبوط. انت اضعت فوز سهل جدا من على 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 بيراميدز. عشان كده بقول لك الرهان اللي اشتغل عليه او اللي اتعامل بيه احمد سامي كان مش في مصلحه سموحه. صحيح. تلعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي طول المباراه. صحيح. هو بيلعب جيم كانه بيلعب تقسيمه بالظبط. تمام. مظبوط. كابتن احمد. مزبوط. سامي. مزبوط. فاتح الملعب عرضه طول، يعني واخد كل الملعب بطوله واخد كل الملعب بعرضه، سايب مساحات وبتشتغل مع فرقه عندها كواليتي لعيبه. فرقه النادي الاهلي بتعرف تمسك كوره كويس قوي، بتعرف تروح واحد ضد واحد بتشتغل عليها بشكل كويس. طبعا انت اصلا بتدور على المساحات. بطبيعه الحال الفرق الكبيره اصلا ازمتها كلها في ان الفرق اللي قدامها بتقفل. مزبوط. فانت النهارده عملت يعني حليت للنادي الاهلي. صح. اللي هو عايزه. صح. يعني انت اديته المفتاح زي ما بيقول، قلت له خلاص انت اشتغل بالطريقه اللي انت عايزها. الاهلي اجاد في الحته دي كويس قوي. اضعنا 6-7 فرص محققين، منهم تقريبا واحده او كورتين في العارضه، كورتين واحده محمد شريف، واحده ثانيه الشوط الثاني حمدي فتح الثاني حمدي الدبل باص اللي لعبها له. ايوه. كانت الدبل باص حمدي فتح اللي حطها في العارضه. سجلت 4 اهداف، كان ممكن تسجل 6-7 اهداف. صحيح. انا بشوف ان الاهلي النهارده واحده من المباريات اللي قدرنا ان احنا نشوف شكل واسلوب للنادي الاهلي فيها. صحيح. شكل مميز يعني.